في البداية كنت بفكر إزاي أكسب اللي حواليا، إزاي أخليهم ما يشوفوش غيري، كنت بتفنن إزاي أخليهم ما يعرفوش يستغنوا عني. حتى لو هعمل فوق طاقتي ما كانش يهمني، كنت راضية وأنا شايفة رضاه، فرحانة وأنا شايفة نفسي الكبيرة المسؤولة اللي شايلة الكبير والصغير اللي متعلقين فيا زي الأطفال. حتى أم خلتها تشوفني أنا أمها مش بنتها، وكل كبيرة وصغيرة لازم تشورني فيها. مشاكلهم كنت بعتبرها مشاكلي وبعيش نفس مشاعره، نسيت نفسي وحالي. وقررت اني مش هقدم لهم غير المحبة، حتى لو شايفة حاجة مضايقاني معلقش عشان ما يبعدوش. وكل جهدي أحطه في إنه إزاي المشكلة تتحل، ومش بهدى غير لما تتحل. بس أنا تعبت، حاسة إني منهكة، مش قادرة أكمل. ببقى في قمة تعبي وبرضه لازم أهتم وأقدم، لحد ما ترمي من التعب مش حاسة بحاجة. وفجأة فقت، فقت على إن اللي بعمله اعتبروه حقهم. يا بنت انت لسه نايمة؟ مش تقوم تشوف اللي ورانا؟ الشقة متبهدلة بره، أنا اللي هعملها لك وأنا ست كبيرة؟ الله، ده بلات آخر زمن. وأنا مش من حقي أتعب، مش من حقي أخد نفسي. ما لقيتش حد يطبطب عليا ولا يساعدني، كأنهم شايفين إني مستحيل اللي زيي تتعب أو تحتاج طبطبة ويكملوا في سكتهم، وأنا مجبرة أكمل، مجبرة أكمل على اللي عودتهم عليه، أو إني أتلام. أنا تعبت، مش عارفة أرجع لورا ولا عارفة أكمل في اللي أنا فيه.